لا بصراحة صعب قوي، صعب قوي. بس هو ايه، عامل ازاي؟ حمار ازاي؟ الشطة اللي فيها. فيديو النهاردة تحدي اكل الاندومي الكوري، اول مرة النهاردة اجربه معاكم ان شاء الله. فهنشوف بقى هنعمل ايه في فيديو النهاردة. يلا بقى نبدأ ونشوف التحدي بتاع النهاردة. انا عملته ولونه يعني احمر زي ده شوية. عملته بالطريقة العادية خالص، حطيته في مية دقيقتين وبعدين طلعته من المية. حطيت عليه باكت كده بهارات وباكت تاني شطة، بس الشطة اللي فيه سايلة يعني مش شطة باودر، شطة كده شبه الصوص. تمام، عايز بقى ايه اجربه دلوقتي معاكم اول مرة. اهو ده كده شكله. بسم الله الرحمن الرحيم. طعمه حامي قوي 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 بصراحة. يعني بص لونه، حتى اللون بتاعه احمر قوي، يعني احمر زيادة ده من كتر الشطة اللي فيه. لا بصراحة طعمه يعني الشطة اللي فيه هنكمل. بسم الله الرحيم. اهو بصوا، جو ساقع اساسا. مش قادر. شو ايه؟ صعب قوي. هنكمل. بسم الله الرحيم. اهو جو ساقع اساسا. مش قادر. خلاص. سوق ايه، عامل ازاي؟ حمار ازاي؟ الشطة اللي فيها. انا خلاص خلصت التحدي، يعني مركزة قوي قوي. في حاجة بقى عايز اقول لكم عليها، انا قلت لكم في اول الفيديو انه طعمها احلى من الاندومي العادية. ده ليه؟ الباكت ده اللي انا اكلته دلوقتي احيانا بيزعل قلوب في الجروبات ليه بتبيعه، بس هو في العادي سعره 50 جنيه. يعني ده سعره 50 جنيه. طب 50 جنيه ده غير انه في عليه شحن طبعا، حسب مكانك فين، حسب بقى ايه مكانك فين. يعني الباكت ده ب 50 جنيه، الاندومي العادي ب 5 جنيه، فطبعا فرق السعر من 50 ل 5 جنيه هو ده اللي عامل اختلاف في طعم المكرونه نفسها. تمام، فهو ده الاختلاف، ان دي المكرونه نفسها طعمها احلى لانها طبعا اغلى بكتير.
يعني بقى مش جايبه. بصوا حتى شكلها بعد ما خلصت يعني احلى بكتير بصراحه من التانية. بس زي ما قلت لكم حاميه قوي، فاللي عايز يجربها يحط نص كيس الشطه او ربعه او يحط منه نقطه، لان هي شطه قويه جدا جدا. هي جاي معايا زي ما قلت لكم باكت كده شطه سايله، وما صورتش للاسف في اول الفيديو انا بعملها، وباكت كده تاني فيه بهارات اللي هو الطعم اللي فيها. بصراحه طعمها عجبني، بس زي ما قلت لكم كانت حاميه قوي. فاللي هيجربها بقول لكم تاني ما يحطش كيس الشطه كله. وهحط لكم لينك الجروب اللي جبتها منه في اول كومنت او في صندوق الوصف، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير. سلام.